في عدد اخر من حصتكم جاوب تربح. كما على بالكم جاوب تربح هي سهله، ما عليكم غير تجاوبون على سؤال واحد ونعطيكم قسيمه شراء اللي هي 5000 دينار. نعم كما راكم تسمعوا فيا، 5000 دينار مهدات من طرف رامي. دونك ما نطولوش عليكم ونقول لكم حد سعيد للجميع. مش راكم صافا؟ لاباس الحمد لله. راك في حصه جاوب تربح. الله يبارك. دونك هذه حصه نعطيك سؤال تعطيني جواب، اذا عندك جواب صحيح نعطيك قسيمه شراء اللي هي 5000 دينار من طرف رامي. ان شاء الله. دونك السؤال يقول ما اسم اول بلد استعمل العلم كشعار للدوله؟ ما هو أول بلد استعمل العلم كشعار للدولة؟ فرنسا. فرنسا غلط. صح، معليش يعطيك الصحة على المشاركة أخي. سؤال يقول ما اسم أول بلد استعمل العلم كشعار للدولة؟ للأسف ما عندك إجابة. معليش سي با غاف، يعطيك الصحة على كل حال للمشاركة. على خير أخي. ما نقولش من هو البلاد، من وين البلاد اللي نورمالمون بلاد الشام هي اكزاكت في سوريا. مساء الخير خويا. مساء الخير. واش راك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله راك في حصة جاوب تربح. دونك نعطيك سؤال لازم تعطيني جواب صحيح. إذا عطيتني جواب صحيح عندك قسيمة شراء اللي مهدة من طرف رامي اللي هي 5000 دينار. إن شاء الله. إن شاء الله. وعلاش لا؟ دونك السؤال يقول ما اسم أول بلد استعمل للعلم كشعار للدولة؟ أول بلد استعمل العلم كشعار للدولة. نظن إنجلترا. إنجلترا. يعطيك الصحة على المشاركة. شكرا. مساء الخير خويا. واش رايك؟ لاباس؟ صافا ميرسي. الحمد لله. هذه الطفلة ديالك؟ بنتي وي. الله يبارك، ربي يحفظها لك ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي. راك في حصة جاوب تربح؟ نعم. فوالا، دونك نعطيك سؤال تعطيني جواب، إذا عندك جواب صحيح عندك قسيمة شراء اللي هي 5000 دينار. مهدات من طرف رامي. فوالا. دونك السؤال يقول ما اسم أول بلد استعمل العلم كشعار للدولة؟ أول بلد؟ نعم. العلم الدرابو. لو درابو ديالو فوالا. دونك نورمالمون سي تاع سكاندينافا اسمهم سي الدنمارك نورمالمون. اكزاكتومون. مبروك عليك هذه الجائزة. مشيت فوالا ممثل شركة رامي. كان هذا فائز الاول تاعنا، نروحو نشوفو الدوزيام تاعنا. مساء الخير. مساء الخير. واش راك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. راك في حصة جاوب تربح. سلامة. دونك نعطيك سؤال لازم تعطيني جواب صحيح. سهل شوية يا أخي. إن شاء الله وعلاش لا. صح. دونك سؤال يقول أين تقع جزر لانجرهانس؟ صرت واقيل. بزاف هادي. خمم شوية. نقولوا في شمال أمريكا. لا غالب خويا، يعطيك الصحة على المشاركة. صحة خويا. مساء الخير.
مدام، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. راكي كتحس الجو تربح فوالا، دونك نعطيك سؤال لازم تعطيني جواب صحيح ان شاء الله. اذا ان شاء الله جاوبك على سؤال صحيح نعطيك قسمة شراء اللي هي 5000 دينار ان شاء الله من طرف رامي ان شاء الله. تري بيان. دونك سؤالي يقول اين تقع جزر لانجرهانس؟ الهند. الهند. يعطيك الصحة على المشاركة معك. يسلمك يسلمك. صحة. بخير مدام. بخير. واش راكي؟ صحة. هادو كاملاتك. الله يبارك الله يبارك. ربي يحفظهم لك إن شاء الله. يحفظك يا عيشة. الله يسلمك. كيف حس الجو تربح؟ إن شاء الله. فوالا إن شاء الله تربحي وعلى جلالة. إن شاء الله. دونك نعطيك سؤال لازم تعطيني جواب صحيح. إذا بيان سور جاوبتي على صح جواب صحيح. نعطيك قسيمة الشراء اللي هي 5000 دينار من طرف رامي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نقدر نجاوب. إن شاء الله وعلاش لا. دونك السؤال يقول أين تقع جزر لانجرهانس؟ جزر لانجرهانس. جزر لانجرهانس. ماشي في تركيا؟ لا. مساء الخير. مساء الخير. كون اللي يحب يشارك أنت ولا هي؟ علاش أنا ولا هي؟ يا باتوتي. دونك راك تحس الجواب تربح؟ الله يسلمك. دونك نعطيك سؤال لازم تعطيني جواب صحيح. إذا عندك جواب صحيح نعطيك قسيمة شراء اللي هي 5000 دينار مهدد من طرف رامي. إن شاء الله. إن شاء الله. دونك السؤال يقول من أين تقع جزر لانجرهانس؟ يعني على بالي بلي حاجة بجسم الإنسان. زعما طيحان. نعم؟ زعما طيحان. طيحان. أيوة هذه يا ولد، هذا هو الجواب الصحيح. مبروك على قسيمة الشراء اللي هي 5000 دينار. قدم لك فوالا. باش نقول لك يعطيكم الصحة وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيك الصحة ميرسي بوكو. يعطيكم صحيتو. كان هذا اخر فائز ديالنا، ما تخافوش غدوه نولوا لكم مع فائزين واحد اخرين. ما تقعدوا برونشي مع قناه شروق.